طيب ها 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 تعويض مباشر، تعويض مباشر 0 على 0 ضروري، هذا التعويض مباشر 0 على 0. نحلل يا مربعين يا مكعبين لحد الان، لحد الان راح يجينا انواع ثانيه. طيب هاي النهايه تنزل هون ها، وهي الكسر هون، قلت لك الكسر ما يروحش هون، هاد ها بنزل هيك بسحل سحل، بسحل سحل. ها ايش نوع هاد؟ مربعين. ايش نوع هاد؟ مربعين. قوسين حلوين هيك زيك، هاي الكسر الاربعه 2 ب 2 ناقص زائد السين تربيع سين بسين. ايش هاد؟ مكعبين. مكعبين قوس صغير واخوه الكبير، السين تنزل الزائد تنزل والثمانية بصير كام؟ 2. تبع معي، ربع سين تربيع اكس ناقص اضرب سين سين والاخر دائما زائد كام؟ 4. بدنا ايش نعمل هسه بعد ما نحلل؟ نختصر. بعد ما نحلل نختصر. طبعا هيك حللنا نختصر احلاك انت بتختصر، انت شو بتذبح خروف شغال؟ لا حبيبي مش انت على طول بتاخذ اول قوس مع اول قوس يلا مشيها، ما اصحى انت بتختصر، مش هذا اللي بدنا نختصره. اكلاني مش هذا حبيبي، مش هذا، هذا ايش؟ 2 ناقص سين، وهذا ايش؟ سين زائد 2، هذا مش زي هذا. انا اللي بيختصر؟ اختصرت هذاك. هذا اللي بنختصره، 2 زائد سين مع سين زائد 2، والاشاره اللي بالنص بتضل الزائد مش ضروري. ها؟ مش اول ما تحلل تنبسط على هذا حللته. لا يا عمو شوي شوي طول بالك. هذا اللي بنختصره مع هذا. طيب بعد ما نختصر، بعد ما نختصر بنعوض. الكسر هذا وين ينزل؟ بس حل سحور. هاي تعويض يا جماعة، عشان في أشياء بتتغير مع التعويض معك، وفي أرقام مع التعويض بتتغير، وإشارات بتتغير، والدنيا بتتغير معك في التعويض، مش عارف كيف. إيش هاي؟ 2. هاي 2. إيش هاي؟ ناقص. بتنزل شوية بتصير زائد ها؟ يعني الناقص شوية بيجي عوضها بتصير زائد، كيف بتصير زائد ما بتعرف، ما هي ناقص. هاي ناقص بتنزل إيش؟ ناقص. ايوه ناقص بتنزل ناقص، يعني كيف ناقص بدها تتعوض تصير زائد؟ يعني واحد قاعد واقف في البلكونه رمى عليك خياره بدها تنزل حبه موز يعني مثلا؟ طيب بس ما حطيتها ناقص بدك تحطها. طيب مش انت مش انت كمان. هسه ايش هاي؟ ايش هاي؟ سين سين. السين كم؟ سالب 2. هاي سالب وهي 2. لا يا عمو يا حبيبي السالب هاي موجوده اصلا، فالسين سالب 2، في سالب جديدة جاية سالب 2. سالب مع سالب موجود. ها خليك صاحي، مش تحكي هاي سالب والسين سالب 2، هاي سالب تحط لها كمان 2، هاي السالب موجودة من الأول. ها؟ ماشي؟ صح صح. ما هيك بنصبوا النصابين، بنروح على السوبر ماركت بعطيه مصاري، برجع له مصاري، بقول له ايش هاي؟ ايش أعطيتني مش ايش أعطيتني؟ بخرفنه بلخبطه ولا هي هو ايش؟ نصب عليه، فدير بالك، السالب هاي أصلاً موجودة والسين سالب 2. طيب هذا مين فاكرينه؟ المكعبين اللي احنا حكينا كيف؟ 3 4 4 4. اذا بدك تعوض واحده واحده عوض ما في مشكله. ماشي؟ طبعا سالب جنب سالب موجب اربط بصير موجب 2 زائد 2 4، وهدول 3 اربعات يعني كم؟ 12. 4 على ايش؟ 4 12. خلص حلوه هيك 14. اذا بدك تختصرها الاربعه 4 ب 1 وال 12 4 بكم؟ 4 ب 3. شيل 4 مع 4 يطلع الجواب ايش؟ 1 على 1 على 3. ما تختصر حلو 4 12. ماشي؟ لا العلم بالشيء يعني، لا العلم بالشيء. مفهوم السؤال هذا؟ مفهوم السؤال هذا؟ اي اي مفهوم السؤال هذا؟ كمان سؤال؟ كمان سؤال؟ كمان سؤال؟ طيب هاي سؤال كمان يلا، هاي سؤال كمان يلا. نهاية سين تربيع ناقص 1 على 1 ناقص سين تكعيب وسين تؤول إلى 1. يلا هذا السؤال.